قبل أقل من ساعتين على بدء حظر التجول في مدن الضفة الغربية، ينضم إلينا من مدينة نابلس مراسلنا هناك حافظ أبو صبرة. حافظ، مساء الخير، كيف هي الأجواء لديك مع قرب دخول حظر التجول حيز التنفيذ؟ نعم ليلى، يعني الحركة تبدو عادية حتى الآن قبل ساعتين من دخول ما يقارب 4 مليون فلسطيني إلى الحجر المنزلي الإلزامي بناء على قرار رئيس الحكومة الفلسطينية دكتور محمد شتية. يعني شاهدنا أزمات كبيرة في الأسواق، خصوصا تهافت للمواطنين على محلات البقالة وعلى المخابز وعلى الملاحم وعلى كل ما يتعلق بالمواد التموينية تحضيرا للحجر المنزلي الذي سيدخل حيز التنفيذ مع العاشرة من هذه الليلة، أي أقل من ساعتين تبقى على ذلك. بعد قليل ستبدأ قوى الأمن الفلسطينية بإغلاق مداخل المدن. هنا في نابلس سيتم إغلاق مداخل بعض المداخل بالمكعبات الإسمنتية، مداخل أخرى ستكون مغلقة بحواجز لقوى الأمن والأفراد العناصر الأمن الوطني والأمن الوقائي الفلسطيني، حيث المدخل الغربي لمدينة نابلس حيث نتواجد الآن. بعد قليل ستأتي قوى الأمن لإقامة حاجز على هذا المدخل، حيث يعني يمنع على المواطنين مغادرة المدينة والدخول إليها، ويمنع على مواطني القرى القريبة من هذه المنطقة الوصول إلى مدينة نابلس لأربعة عشر يوما، هي مدة الحجر المنزلي الإلزامي وهي مدة حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء الفلسطيني ومدة حظر التجوال لدى الفلسطينيين. هذه هي الأوضاع، ننتظر ما بعد العاشرة لنرى كيف سيلتزم الفلسطينيون بهذه الإجراءات وكيف سيكون حال المدن الفلسطينية بعد أن تفرغ من السكان الذين سيذهبون إلى منازلهم منعا لتفشي وباء كورونا. هذه الصورة لدينا هنا ليلى، نعود لك في الاستوديو. نتمنى السلام لكم ولجميع طاقم رؤيا ولجميع إخواننا الفلسطينيين في فلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لك حافظ أبو صبرة، كنت معنا من مدينة نابلس.